وهذا نابع للأسف مثل هذه الظواهر نابع من عدم استحضار، إما من جهل أو عدم استحضار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، كما جاءت بذلك رواية الإمام أحمد والنسائي: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. بل ذكر البيهقي رحمه الله عن بعض العلماء وهو البوشنجي رحمه الله من أنه قال: ويكره لأخيه ما يكره له. لأنه لما سئل البوشنجي وهو أحد رواة الإمام البيهقي في ما ذكر عن الفتوة، ذكر أن الفتوة قوة الشباب والصفات الطيبة التي تكون في الإنسان الذي يحمد عليها ويكون فتيا شابا يحمد عليه، ذكر من ذلك أنه يكف الأذى عن إخوانه المسلمين، وأن يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه.